بنرحب بالمطرب الشاب محمد الريفي عبر شاشة فوشيا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتكلمنا النهارده عن وجودك في حفل وات هابنز. انا صراحه مبسوط جدا في الموجود في الحفل وتكريم نجوم كبار والحمد لله انا كمان متشرف اني واحد من الناس اللي يتكرموا، فانا مبسوط جدا صراحه. الجديد اللي بتحضر له؟ الجديد اللي بتحضر له الجديد ان شاء الله في شهرين دول في حاجه مغربيه تنزل للسوق ان شاء الله علشان الشعب المغربي، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ممكن نسمع حاجه منها؟ لا اكيد بقى، عايز اخليها سوبرايز. عملنا اللحن، عملنا كل حاجه، فدلوقتي هنخش الاستوديو ونسجلها، فان شاء الله هتعجب الناس. امتى هيكون ليك البوم؟ بص دلوقتي في سينجل احسن لي من البوم، فانا بحاول كل 3 شهور سينجل احسن لي من البوم. ليه؟ علشان انا بامن بالسينجل اكتر من الالبوم. في اسباب معينه ليك؟ البوم دلوقتي صعب ينجح كله، دلوقتي السينجل اللي له نجاح كبير، سينجل تشتغل عليه صح ولو تاخد وقت 5 شهور 6 شهور، المهم بينجح. البوم ممكن ينجحوا فيه 2 و5 ولا 6 اغاني ما ينجحوش، احسن لي اعمل سينجل. ايه رايك في الفنان والمطرب سعد المجرد المغربي والنجاح اللي بيحققه؟ شايف ده ازاي وشايف ده ليكوا كمطربين مغاربه؟ بص سعد مجرد حبيب قلبي ونجح في الوطن العربي والله يسهل له، دايما بقولها وانا الحمد لله ما بيني وبينه ولا خلاف. انا دايما الصحابه بتسالني نفس السؤال، بقول لك مفيش، الله يبارك فيك، مفيش خلاف بيني وبين سعد، وانا بحبه جدا ونجاحه نجح في الوطن العربي الله يسهل له من قلبي، واي حد مغربي ناجح في الوطن العربي انا بكون مبسوط ليه.